شان عسل معنا اليوم بالكوكينج مثل كل سبت بيقدم لنا اطيب الحلويات. واليوم هلا اوكي بنقول انه هذا للصغار بس انا اكيد الكبار كمان رح يحبوه مش هيك شان؟ كثير. اليوم عم نعمل تشوكليت بارز او صبيع الشوكولا، دخله بسكويت، دخله كراميل. مزبوط الكراميل هلا زدتها اخر شيء بس بتلبق اكيد. اكيد بتلبق لما بتلبق ما حطيتها اكيد. رح نرجع نلبسها شوكولا، وفينا ما نلبسها شوكولا، وفينا ما نحط لها الكراميل. أوكي. هي الفكره بالاول انه كان بدي اعملها بس البسكويت مثل صبيع، مثل صبيع فيها بقلبها شوكولا. أوكي. يعني نحن رح نعملها بالاول رح نفرجي المشاهدين كيف تطلع. بيقدروا يقطعوها، بيقدروا بعدين يلفوها بورقة ألومنيوم وبيعطوها لأولادهم الصبح على المدرسة. هلا لأنه نحن باك تو سكول، باك تو سكول يلا ليتس جو باك تو سكول. رجعت فكرت قلت أنا ليش ما بنعملها، بنعمل أول شغلة هي بس إذا بدنا نعملها شوي أكثر كأفكار أفانسية أكثر نرجع بنحط لها كراميل، لأنه نحن سبق عاملينها من شي سنتين ثلاثة بس بنرجع أكيد مشي زيت الروسيت، هي روسيت ثاني بس بنرجع بنحط كراميل وهيك بنفرجي المشاهدين. نايس. يعني بيكون عندهم تشويس بين طريقتين يقدروا يعملوها. هلا كيف رح نبلش؟ نحن هلا اول شيء رح ندوب الشوكولا. انا دوبته للشوكولا. اوكي شوكولا قد ايه كاكاو؟ هذا 66%. اوكي بس فينا اكيد فينا نعمله 50%. نوطي نعلم اكيد. اوكي دوبته بس بطريقه انه ما يسخن الشوكولا، يعني صرت دوبه شوي شوي على الميكروويف وحرك كثير ما خليته يسخن. يعني اول شيء حطيته 3 دقائق على مايكروويف يكون البويسانس تبعيته 500 واط. اوكي اوكي 500-600 واط كثير قويه، يعني مش كثير قوي يعني شيء انه ببلش يدوب. اذا كان البويسانس 1200 واط بدنا ننتبه ما نحطه 3 دقائق لانه بيحترق بيحرق. اوكي هذه شغله كثير مهمه. نعم. او باماري او بامري بس بامري ما فينا نشتغل هيك لانه البامري ببلش يدوب يعني بيسخن كثير. اوكي يعني ما فيك تتحكمي بال فكرت بنعمل كنترول اكثر من المايكرويف. لا لانه الشوكولا بالمايكرويف، المايكرويف بيعطي اكور، بيعطي لقلب حبه الشوكولا. ايه. مشان هيك لما بتحترق حبه الشوكولا بيحترق قلبه. بينما البامري ما هيك، البامري بيدوب من برا لجوا. اوكي يعني في فرق طريقة التسخين. مشان هيك أفضل للمشاهدين لما بيكونوا عم بيشتغلوا يشتغلوا على المايكروويف إذا توفر، يعني إذا كان في مايكروويف يشتغلوا بطارية، إذا ما كان في بده يكونوا دايين أكثر صح على النار. ساعتها بيقدروا يعملوه بالبان ماري بس إنه يتركوا شوية شوكولا على جنب ما يدوبون كلهم. يدوبوا أول بارتي ويرجعوا بعدين هدوليك الشوكولا اللي بقيوا عندهم بيدوبوا على حرارة الدايين. صح مزبوط. أوكي. يعني ثلث الكمية. نعم. هلا نحن الشوكولا عنايين هون صار خسرني اكيد على الميزان ما لازم تطلع الحراره اكثر من 32. اوكي هو لازم يكون 31 بس انا بقول لهم 32 لانه بالبيت شوي انه صعب يقدروا يتحكموا فيها بالحرارة. اكيد لازم يكون في ترمومتر. اوكي اذا ما في ترمومتر اكثر مطرح حساس بجسم الانسان هو شفته. يعني بيقدروا ياخذوا شويه شوكولا ويحطون على الشفه شفتهم بيقدروا يحسوا انه اذا كان اذا حسوا بالحراره محمولة. مش اذا محموله، اذا محموله يعني صار سخن. ايه. اوكي لازم مع 31 مش جسم يعني الانسان 37. اوكي شو بدها تكون دافيه؟ بدها تكون لا مش دافيه، ما لازم يحسوا، لازم يحسوها مسقعه مقبوله عادي. لازم يكون لازم يكون بارده مسقعه. أوكي. يعني مش مسقعه، لازم مسقعة. تكون كانه حراره الاوضه بس ما يحسوا بسخونه. يعني بس يحطوها على شفه ما يحسوا انه في شيء سخن الشفه. اوكي هذه شغله كثير مهمه لانه اذا كان حسوا بشويه سخن شوية سخن يعني معناتها هي منا تامبيري هي سخنة يعني رح يمشح اللون. اوكي اوكي هلا الشوكولا هون دايب عنا جاهز حضرته. رح حط معهم انا جايب معي فيونتين. طيبين. بس انا بالرسات لانه بعرف انه مش الكل رح يقدروا يحصلوا على فيونتين. نعم. بيقدروا يستعملوا كورن فليكس. اوكي بس كورن فليكس يكسرون او اذا بدهم القطع. او اذا بدهم ما يحطوا كورن فليكس يقدروا يحطوا رايس كريسبيز. هيك الحبات الرز بيقرقشوا كمان الرز. ايه. الرز بيكونوا يعني بيقرقشوا وبيحملوا رطوبه اكثر يمكن وبيحملوا رطوبه اكثر كمان بيحملوا رطوبه بس هن بس ينخلطوا بالشوكولا هون ببطل عنا اي خلص. مشكله. اوكي هلا حطيناهم فوق منهم خلطناهم الفيونتين. انتو بتعملون لا هدول بنشتريهم خالصين خالصين بس مثل ما قلت لك انه بيقدروا يعملوها بالكورن فليكس بيكسروهم بس ما يطحنوهم باودر ما يصيروا باودر. أكيد. باودر لانه بتروح المعش يعني بطل فيها قرقشه. الزبده لازم ندوبها
بس ما تكون سخنة، يعني إذا تكون دايبة ما تكون سخنة. رح حط سكر أسمر، سكر أسمر بيعطيها شوية الكريسبيات الروش. أوكي، كل شيء حطيناه هلأ هون بضاين، مشان هيك يعني إذا عطيناها للولاد على المدرسة ما في شيء بينتزع. الزبدة دابيت بس ما سخنيت، يعني شو إنه دوبناها يحيب عاد في شقفة. هلا بترجع تبرد. رح حط معه مشمش مجفف. فينا ما نحط مشمش، فينا نحط زبيب، مكسرات يمكن كمان، فينا نحط بندق، فينا نحط فستق سوداني، يعني بدنا إياه. هون المشاهدين هن عندهم حرية هن ينقوا اللي بدهم إياه، بس أنا هون مشمش طيب. طيب أوكي، شفتوا شو هينة لهلا. أوكي، خلطناها. منتبه كثير نحن عم نخلط ما نكسر زياده الكورن فليكس او الفيونتين، لانه اكيد بيكونوا يعني اذا بدك تخلط كثير بقوه بينطحنوا، ما بدنا نطحنهم. اخر شيء بننزل الزبده، الزبده مثل ما قلنا هي دايبه بس منا سخنه. اوكي، اوكي. الزبده رح تلقطها او شو دوره هون؟ الزبده رح تلقطها، بتساعد الشوكولا يعني. ايه، نحن ليش قلنا انه الشوكولا لازم يكون دايب، ما انه سخن، لازم يكون تمبيري. تمبيري يعني على الحراره المضبوطه يلي هو بيعمل كريستاليزاسيون عليها. أوكي. يلي هو تقريبا لازم يكون على درجه حراره بين 30 ل 32. 30 بيكون مسقع شوي بيعذب، 32 هو كتير منيح للشوكولا. هلا حسب انواع الشوكولا اللي عم نستعملها، بس نحن اكيد لما بنستعمل شوكولا بدنا ننقي شوكولا يكون بيور بير دو كاكاو. لازم يكون بزبده الكاكاو مش ويل دو بالم، يعني بنقرا على الغلاف ما يكون مكتوب عليه ويل دو بالم. اذا ويل دو بالم بيكون منه طيب. نعم. وبيكون فيكم تذوبوه وبسقع حيال حراره بس منه طيب، يعني بيكون ما عم نعطي شيء منيح لاولادنا. وكمان الويل دو بال منه كثير صحي. مزبوط. اوكي، هلا صار عندنا الخليط جاهز. هلا بدنا نحطه بقلب كادر. اوكي، هيدا يعني الكادر. هون نحن بدنا نرصه بصينية. صح. اذا عندنا صينية مربعة رح اجيب صينية. جيب يا هذه الصينية يا اما بحطه على خشبة تقطيع. هيدا وبده يفوت على البراد اصلا. هيدا بده يفوت على البراد بعرضه كثير منيحة. رح احط ورقة النايلون. خليني بس ظبط هون قدامي وهي خلص. اوكي، هلا بدنا نفضي الشوكولا بقلب الكادر. أو فينا نعملها بهالطريقة. لا، هالطريقة هيك لحتى نرجع نغطيها، لحتى نرجع نسكرها. أوكي. أوكي أوكي، هول الشوكولا اللي حضرناه هون رح نحطهم بقلب الكادر. بدنا ننقي كادر تقريبا 18 ب 18 20 ب 20، فينا بحيلا نوع صينية. نفلشون، نحن عم نفلشون ما كتير نشد نكسرون، يعني نتركون على ريحتون بس. حلو. نمدون. اوكي، شفتي كيف؟ يعني هون ما بقى الا نسهمدهم ونحطهم مثل ما هن بالبراد. صح. تيجمدوا. هلا بدنا نرجع بعدين نحط الكراميل. كراميل جاهز؟ كراميل جاهز. أوكي. هلا بنقول للمشاهدين كيف بس نعمل. بس اكيد بدنا ننطر تا يجمدوا أنا بالاول. انا عامل وحده من قبل. قبل ما نرجع نحط الكراميل. هلا هون لحتى نخليها تصير تاخذ الفورم. هلا فينا بس هيك نسكرها. اوكي. نجيب حيالله شغلي مدورة إلى أرضي يعني. إيه، نعملها بهالطريقة. أوكي، شو كنت عم تقول قبل شوي؟ نسهمدها.
نسهمدها يعني هلا عم نسهمدها. كيف بيعملوا الباطون؟ الباطوني. اوكي يا حيي. اوكي حلو سهمدناها. يا هلا اذا بدك اذا بدك تشوفيها كيف صارت قبل. واو بيرفكت عظيمه. والسماكه تبعيتها خرج يعني بيرفكت ل لشوكليت بار اكيد. اوكي رح نحطها هلا هي والكاتينج بورد رح نحطها بالبراد. اوكي ونحن على جنب كنا بلشنا عم نقطع اللي نحن محضرينها من قبل. يا كنا هيدي مسقعينها كمان من قبل. كنا مسقعينها من قبل. هلا هو الافضل تكون على حراره الاوضه لحتى تتقطع معنا اضبط. بس انا انه هي شو هي بارده؟ هيدي مسقعه شوي. مسقعه شوي لانه تا وقت نقلوا لي اياها اكيد بينقلوها دائما ب بسياره مبرده. ايه بس بتصير تفسخ يعني ما بتطلع معك. ممكن تكسر. ممكن تكسر. اوكي فمشان هيك هيدي شغله كمان ينتبهوا لها المشاهدين. افضل بعد ما نسقع القالب نبهره. هلا هن بيقدروا يتركوها برا يعني بيقدروا ايه. هلا صار تأس محمول محمول شوي مش كثير. بس اذا في اي سي اكيد احسن يعني حراره 18 باوضه حراره 18 كثير هي بيرفكت. شو بده وقتك يعني شيء لا لا 10 دقائق بيصير فيهم يقطعوا. بدنا منقطع بيصير فيهم يقطعوا. البراد مثل ما قلنا اذا بدنا نقطع وكانت مسقعه كثير ما بيطلع التقطيع معنا منيح وبتصير تكسر بتصير تفسخ. مزبوط. اوكي ما مشان هيك استعملت انا سكين منشار لانه بدي انشرها نشر مثل ما بنشر الخشب. اوكي رح هلا نبلش عمليه التقطيع. الكراميل بالبراد حاطه؟ الكراميل عم سقعه. مسقعه. هو مسقع يعني بس انا عم سقعه زياده لحتى ما يصير يشرشير. اوكي. الروسيت روسيت الكراميل هي للكيلو للسكر لكيلو السكر 500 جرام كريم و 35 جرام زبده. الزبده فيها تكون مملحه او فينا نرش رشه ملح. اوكي. نح طا هيك شفتي ما بنعرضها اكثر من هيك. مثل ما قلنا نحن قادرين نعمل هيدي البار تكون هيدي هي القطعه لوحدها. سامع الموسيقى شعر؟ أصحابنا تحت بالشجرة عم بيحضروا حالهم لفقرة تالنتس بتصور. اليوم في دق على آلات أو رقص ولا رولا بلشت ترقص وسارة ويلا. أوكي. أوكي إذا بنشوف هون عنا البار رح أكيد نصغرها شوي نقصها بالنص. حلو. أوكي صار عنا إياها. هلا من كل الميلات مقطعه مزبوط. هلا فينا مثل ما هي هيك نبعتها نخليها مثل ما هي هيك كثير طيبه. طيبه كثير بس انه اذا بدنا اياها تكون اكثر اكيد في الطيب وفي الاطيب. اذا بدنا اياها بدون تكون اطيب ومشغوله اكثر يعني صار بدنا نشتغل اكثر نشتغل اكثر اكيد. بدنا نحط لها الكراميل على وجهها. من بعد ما نحط لها الكراميل على وجهها في عنا نغلفها بشوكولا. هلا انا اخترت انه يكون شوكولا اولي لحتى يقدر يبين اللي يصير في كونتراست. حلو اكيد ايه يكون في نكهتين. ايه وبتعرفي اكيد الاولاد بفضلوا الشوكولا الاولي عن الشوكولا المر. بس هي منا عبره في ناس ما بيقدروا يتحملوا شوكولا اولي بفضلوا شوكولا الأمير. رح دوب شوكولا. هلا هون عندنا شوكولا منه دايب على الاخير. كمان رح نعمل نفس العمليه كيف عملنا بالشوكولا الاسود رح دوب بس كمان ما خليه يسخن كثير. اوكي الكراميل وين؟ الكراميل حطه تحت بالفريزر. يلا تيجمد. رح شايفي كيف؟ هلا جميد مزبوط. أحيانا نشتغل فيها ايه وجامد هيك ليكي كيف هو؟ هلا حطهم هدول بالفريزر اصبع واحد بكفي ايه يعني بزياده ايه بزياده عظيم. اوكي شوف شو حلوه. رح نفرجيها على الكاميرا رح نقربها شوي على الكاميرا. واو اوكي
رح نحطهم بالبراد بالفريزر احسن لحتى دغري يعملوا بلوكاج. لكن بعدنا يطلعوا من التسقيع بدنا نضيف عليهم الشوكولا اولي بده يكونوا هن مسقعين حتى لما يصير في كونتاكت مع الشوكولا يجمد. مزبوط هي الفكره؟ صحيح. اوكي هلا نحن هون الشوكولا عنا اياه صار منيح، بس اذا لقينا انه الشوكولا بعد في شقف والشوكولا بقى تحمل تتسخن هلا رح انا شو رايك انت بهيك؟ رح شوف الحراره ما بقى تحمل، يعني هلا صارت حرارتها منيحه بس بعد فيها شقف. أوكي. شو رح اعمل؟ رح اطحنها بالهاند بلندر لنعامها لما يضل في شقف. أوكي. اوكي واكيد نستعمل الملعقه مره واحده اكيد احسن ما بالغلط يصيروا يستعملوها. بقى شفتي كيف اخذت الحراره كل شيء اشتغلت كانه ما عندي لا بس هلا اذا سخنت شوي زياده بس حتى لما يذوبوا هذوليك ما بترجع بتريجلج الحراره او بتخاف تاخذ هذيك؟ لا بتسخن بتسخن كلها بتسخن كلها بتسخن كلها بصير بصير عندنا شوكولا بمشح. اوكي اوكي هلا اكيد كمان اذا عندنا هاند بلندر بتريحنا بالشغل. بس كمان الهاند بلندر بتعطي بتسخن يعني بتحمي بتحمي ما فينا يعني نطول كثير ما فينا نطول كثير يعني اذا عندنا اياهم شقف صغار بنعملها بس اذا كانوا كثار ايه لا لا ما فينا نعمل هيك. اوكي يعني هلا الشوكولا هون اكيد طلعت حرارته شيء بس مش قد ما تحطه بالمايكرويف ايه شيء درجه ايه اكيد. اوكي هلا صارت جاهزه الشوكولا شفتوا هيدا الشيء شو طيب؟ فيه شوية ملح اكيد اللي كنا عم نقوله انه يا بنحط لها نحن ملح يا اما يا زبده مملحه يا اما زبده مملحه بس هلا اكيد يلي بالبيت ما بيستعمل زبده مملحه وبده يجي يستعمل 35 جرام لا بحط رشه ملح افضل يحط رشه ملح وما نصعب الامور علينا يا. اوكي بدي احط على الاطراف بس تنظف هلا كيف بتصير عمليه ال بدنا نغطسهم او بدنا ندلقهم على الوجه فينا نعمل هيك فينا نعمل هيك بس بصير بدنا مصبع وصينية وكذا في عنا مصبع اوكي اوكي هات نعمل فرد مره بعد في وقت نقدر نعمل ايه في وقت خلينا نعمل لانه اكيد الكل عباله يذوق كثير مبسوطين منك شباب بشعل شباب وصبايا اوكي من بعد ما نزيحها بصير فينا نقصها نقطعها تقطيع واو شو حلوين نايس لكن مشاهدينا وصفتنا اليوم الشوكولات بارز او صبيع الشوكولا انخلط فيهم المشمش المجفف شوكولا دايب بالبيت فيكم تحطوا يا كورن فليكس يا رايس كريسبيز شويه سكر اسمر جانا حطيناهم بالبراد جمدوا
او بنخليهم برا نتفي، لانه اذا كثير سقعوا كمان بصير في صعوبه بالقص. صح، مثل ما هلا عم بيصير معنا، هلا عم بيصير. ف ما لازم يكونوا حسب الحراره عندكم بالمطبخ. رجعنا زدنا اصبع من الكراميل. هيدي الشوكولا اللي عظيمة. هيدي اللي عملناها هلا بس لنفرجي للمشاهدين قبل ما نبلش نحط كراميل. فيها زبده اكيد، كميه صغيره بس تا تمسك المزيج. اوكي حلو. كيف قصها هلا؟ هاي تشوف ليك بالتقطيع اكيد رح تكون احسن. شفتي؟ ايه. اذا عم بفرجوها للمشاهدين، شفتي قديش اهين؟ بقى انا بقول لهم للمشاهدين اعملوها مثل ما عم بعملها هلا. قطعوها لما تبلش بدها تجمد. هيك هينة. يا حية ها؟ ايه. قد ايه اخذت معنا هديك وقت؟ ايه. ليكي هي. هيدي اهين. يا. عم تسمع صوت القرقشه؟ ايه بتجنن. مثل ما قلنا حلو، نقدر نبعتها هيك لاولادنا على المدرسه ملفوف ورقه الومنيوم وخلص كبار شوكولا، وفينا نحط لها الكراميل. اوكي هلا بدنا نبلش نحط الكراميل. هذا رح سقعها بعد ليلقط عليها الكراميل. اوكي بتتذكر من شي سنتين وقت عملنا الحلقه عملنا شوكولا وحطينا كراميل على وجهه، بس شو استعملنا؟ استعملنا سيشوار. سيشوار بتذكر. هلا ما حبيت ضينا سيشوار فوق الشوكولا على الوجه حتى يعمل هيدا الافيل مثل ريكوشي شوي. صح، هي لقلك شغله، هي نحن وقت اللي عملناها مش كرميل بس يعطي هذا الافيه، كرميل ما يطلع سماكة شوكولا. سماكة شوكولا، لأنه نحن وقت نكون عم نصب شوكولا لأنه الإكسير بيرجع بينزل، لأنه المكنة الصناعية ايه؟ وقت نكون عم بتصب شوكولا على اللويح بيكون في سوفلور، هذا السوفلور يلي هو بيعطي هواء، بيعطي هواء كرميل ما يعطي سماكة شوكولا. أول شيء لأنه سائل يكون كثير شوكولا أكيد، وثاني شغلة كرميل ما أكيد سماكة الشوكولا يعني بتصير كمان مش بس انه مزعجه، بتصير كمان انه ما لها معنى، يعني انت بدك تاكلي البسكوي بدك تاكلي الكراميل تكون متناسقه كلها. صح، بدك يكون ايه. في بالانس بالطعمات. مزبوط. اوكي هيدي هي. وشكلها حلو. ايه اكيد شكلها حلو، شكلها حلو. الافيه حلو. ونرجع بنروح بنحكي على ايه. الافيه بيعطي هالافيه ايه. ديجراداسيون درج، لانه في طريقه كمان ليعمل ديجراداسيون، كيف بتميل الانجل تبع الهواء. اوكي نحن رح ننطر لكينا يبردوا هلا، في عنا او فينا نشتغل فيهم هلا، فينا في عنا كم وحده، يلا بنبلش بكم وحده وبنرجع على التاسي بكون خلصوا البقيه. اوكي عندنا وحده من الاثنين، يا بنغلق بننزل الشوكولا يا بننزل الشوكولا فوق منهم دغري، يا اما بنغطسها وبنشيلها. اوكي رح نجرب هيك ونجرب هيك. إذا فينا نقرب بس الكاميرا نفرج المشاهدين. باينة. سكرت من كل الميلات. اوكي. تاني طريقة كيف؟ تاني طريقة بس هون ثانية لحتى ينزلوا ايه. الإكسي كله. اوكي هلا هون لو معنا نحن السشوار كنا مرقنا ضربة هواء. كان نزل بعد اكثر، كان نزل بعد اكثر. اوكي رح استعمل السباتول شوي. بدك نحطهم على شيء؟ ايه في هون ورقه كان. وين؟ يمكن هاي الورقه هون كثير منيحه. هاي بابيي كويسون. بنشوف كيف دغري جمدوا. جمدوا لانه مسقع البار. البار مسقع. اوكي بنحطها هون. حلو. اوكي. واو. الطريقة الثانية لحتى ما نروح كثير شوكولا
فينا نعملها مثل ما هي بالطريقه، بنغطسها تغطيس، بنغطسها تغطيس. كمان طريقه هينه هي. كمان طريقه هينه، بنعملها هيك، بنعملها هيك. اوه لا لا حلو. اوكي بس اهم شيء تسكر عن كل الاطراف، تختم تختم نايس. صح، رح يكفي الباقيين تحت الهواء، بنرجع بندوق سوا على التيستينج لكم. انا يعني بدنا نعتذر من جولا اليوم لانه عملنا شيء ما بتاكل منه هي. كنت ملتيه لهون الصبايا وتشوف، ما كنت اتوقع شيء هالقد رائع من ايديك اليوم يا شار. اهلا وسهلا. انا بشكرك، وشو هالويكند الحلو. شوكليت بارز، شوكليت بالشوكليت يعني اليوم. خرج الباك تو سكول فيه بسكت. صح، حاطين حاطين فيه كورن فليكس، حاطين في بقلبه درايد ابريكوت في فواكه. ايه بس انه فينا نحط أوكي. فينا نغير، فينا نحط ناتس، نحن ما حطينا بس فينا نحط ناتس، واكيد في زبده شوي وشوكولا دارك شوكليت حاطين، وحطينا كراميل اخر شيء على الوجه، وعم نغطسها هلا بالشوكولا. لك شو ما حطيت، شو ما غطست بالشوكولا بيتاكل عند الاولاد. بس يشوفوا غليل شوكولا خلص مشي الحال. صح، بندوقها لرولا. يلا تفضلي. ثانك يو. في بس نابكن او شيء؟ يس. بدك في هون نابكن؟ بدك تقصيها او لا؟ بحملها بالنابكن وباكلها هي، لانه مثل ما الاولاد بياكلوها. رح صح. ثانك يو. انت دقتي الهيئة. انا ما دقت. لا يلا رح دوق. تعرف شال؟ واو، هيك شيء بده لوحين ثلاثة تا الواحد يستوعب قد ايه طيبة. فبعتذر مني، عم بتطلعوا وما راح يدوقوا، تاخذ العقل. I can't taste الفواكه وشي يعني. رح نفرج المشاهدين، رح نفرج المشاهدين الكراميل كيف بيكون. إذا فينا نقرب بس على الكاميرا. جنن كراميل بيسز صغار. لا عاملينه نحن، حطينا كريم، عملنا السكر، عملنا كراميل، ولما واو. صار كراميل كنا مسخنين الكريم. هذه شغله كثير مهمه كمان لازم نرجع نقول اياها للمشاهدين، انه الكريم كيف بقت لازم تكون سخنه. ايه لازم يكون الكراميل لازم يكون فوندانت. روعه. قصه بالنص لانه مش قادره لما اجبي بجي. اوكي. واو. اوكي. بده يكون الكريم سخن، مننزله فوق السكر، بنعمل ديكلاساج للسكر الكراميل، واكيد لما ببلش ياخذ بعضه يرجع مزبوط بننزل الزبده مع رشه الملح. فينا الملح نحطه من الاول مع السكر، كمان بيعطي طعم كثير طيبه، واذا بدنا نعطي طعمه الفاني فينا من الاول نحط فاني مع السكر. اوكي يعني سو بيعطي الكراميل، بيعطي طعم كثير طيبه. بدها كثير وقت، حسيت كثير بدها تحضير وتقسيم. لا لا لا، نحن اشتغلناها، بس بده يكون كل شيء عندنا جاهز قدامنا، الشوكولا جاهز، كل شيء جاهز، بنعمل له حق. يكون عندنا اهم شيء يكون في عندنا مايكروويف لنرتاح بالشغل. اذا ما في مايكروويف فينا نستعمل باماري. الباماري شوي اصعب شغل لنعمل تمبيراج الشوكولا، بس يلي بيعرف يعمل تمبيراج الشوكولا على الباماري يعمله، بيقدر يعمله، يعمل تابلاج، يفلش على الطاوله يعني. انا عم بحكي كثير اشياء تكنيك، يلي بيعرف في بيقدر يعمل باماري. بس انا عم بشتغل للناس اللي ما بيعرفوا انه يعملوه على المايكرويف، انه احيانا اكيد احيانا. ثانك يو شارل. اكلي انا اكيد المشاهدين حبوا الوصفه، والولاد الولاد رح يحبوها اكثر. وحلو بنعملها باول الاسبوع، بضاينوا بالبراد كل الاسبوع. اكيد بضاين، فينا ما نحطها بالبراد، فينا نتركها برا كمان، ما بتذوب. ما لازم هلا الطقس يبرد شوي، اذا كان في كثير شوب في شمس وهب اكيد ما كثير منيح للشوكولا. بس اذا هلا لان نحن عاملينها للباك تو سكول وما نعطيهم اكثر من لوح، لانه رح يصيروا. ثانك يو شال. مشاهدينا انا بودعكم وبشوفكم نهار الثلاثاء على راد.
وانا بشوفكم مشاهدينا بعد هالوقفه القصيره رح يكون عندنا عده محطات اليوم بلايف، بس نرجع من البريك رح نستقبل السيد فيليب عنتر رئيس جمعيه اهدن سبيريت اللي عم بينظموا بكره نشاط رياضي بيئي اجتماعي مميز بنظموه كل سنه بدورته ال 16 وهو الاهدن اوف رود كونفوي، مشوار بياخذ العقل من اهدن لفريا تحديدا لتمثال لمار شربل الجديد. تفاصيل اكثر بعد هالوقفه القصيره مشاهدينا، خليكم برفقتنا.